بيل جيتس بقى وارتفاعه او ترقيه للمركز الاول ما خلاهوش يبقى مناخيره في السماء. ده بيل جيتس، واحده من اللقطات اللي كان بطلها بيل جيتس واللي لفتت انظارنا اكتر من الامريكان نفسهم هي صوره انتشرت ليه على السوشيال ميديا وهو واقف مستني دوره عشان يطلب برجر، ساندويتش همبرجر، بعد لقطه خدها واحد من العاملين في المطعم اللي هو هياكل منه. يعني كمان الصوره شكلها من القاهره قوي، تحس ان هو يعني واقف في مثلا مهندسين مدينه نصر عند محل من المحلات اللي احنا بنقف عندها نروح ناكل، مش هقول اساميها عشان مبقاش اعلان، بس بيل جيتس كان واقف في مصر. من اوائل الناس اللي علقت على الصوره كان مايكل جالوس، واحد من اللي كانوا شغالين في مايكروسوفت، وقال في البوست لما تساوي 100 مليار دولار وتقف على الطابور عشان تجيب وجبه برجر وفي ايدك ازازه كوكاكولا زي واحد مننا. بيل جيتس كمان. بيتر ميزنر او ميزنر واحد من محررين قناه اي بي سي نيوز قال على الصوره وقال بيل جيتس صاحب ال 63 سنه واقف في الطابور بيشتري وجبه برجر من مطعم محلي في سياتل. طبعا مطعم ديكس اللي كان بيل جيتس بيشتري منه الوجبه اتعمل له يعني دعايه عظيمه جدا، اتصايد تمام التمام يعني ديكس، واستغل الموضوع بعد ما نشر القصه على البيج بتاعتهم وقال I can't understand waiting to have millions of dollars. There's a certain freedom, meaningful freedom that comes with that, Gates said. But once you get much beyond this or that, I have to tell you it's the same hamburger. Dix has not raised their prices enough. فكرة ان Dix محافظ على اسعاره وان بيل جيتس واقف هناك برغم من كل فلوسه الكتير واقف بياكل برجر قليل. لكن ليه بقول ان القصة ملفتة لينا هنا اكتر من الامريكان؟ لاننا اتفاجئنا من ردود الافعال على السوشيال ميديا على الصورة دي، خصوصا ان كان غالبيتها انتقاد ورفض للموقف. فمثلا منال اكاونت اسم منال قالت بخيل حتى على نفسه، دي وجهة النظر المختلفة. اما علي الخريجي فقال ما كانش رافض مجرد انه يقف في الطابور، انما كمان رافض قرار بيل جيتس تبرعه بمعظم ثروته بعد وفاته للاعمال الخيريه، وقال يملك ثروه هائله لا تنضب، ما يقدر يجيب له موظف براتب بسيط يقوم بهذه الاشياء عنه بعد ما يموت، فلوسه بتروح لاعمال الخير ومن غير الحكمه تتعب طول عمرك وما تتهنى باموالك المتلتله. الناس بتفكر ازاي وهنا الناس بتفكر ازاي. اما نور الدين فقال الملياردير بيل جيتس الموضوع حريه شخصيه او امر يخصه، هكذا ينظر للامور او ينظر للامور، لا يجب ان يخرج الموضوع الى نقد او مؤيد او معارض وجلد للذات. لكن على النقيض كان في اراء تانية زي ما علقت الكاتبه حليمه مظفر على تويتر وقالت المليونير بيل جيتس تاني اغنى رجل بالعالم بتبلغ ثروته 95 مليار دولار بيقف بالطابور ينتظر دوره لشراء وجبه عشاء من مطعم سعرها 7 دولار. بالمختصر تكمن قيمتك في تعاملك واحترامك لإنسانيتك وليس من مالك. ده بيل جيتس وده جيف بيزوس وده رؤية العرب أو المصريين للثروة. ناس بتهاجمه عشان واقف بياكل في المكان اللي هو شايفه وشايفه انه بخيل، محدش شاف انه هو ممكن يكون بيحب البرجر ده أو انه هو بيحب المكان ده او انه عايز حاجه تو جو ياخدها وهو ماشي، او ان الراجل حر